بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان البصير. نرحب بكم أينما كنتم عبر الهواء مباشرة على قناة الريان الفضائية، ترحبون كذلك بالمستمع الكريم عبر الأثير الأفم. أيضا نرحب بكل المشاهدين عبر الإنستغرام للجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، ها نحن نصل وإياكم إلى هذا السن وإلى هذا اليوم ضمن أيام هذا المحلي الثاني، بينما هذا السن هو سن الثنايا، سن الثنايا من مسافة 5 كيلومترات. أعطيت إشارة البداية لأول ضربة لهذه البداية في هذا اليوم وفي هذا الصباح، وهو الشوط الأول الرئيسي المخصص لفئة البكار لهذا السن، سن الثنايا. برنامجنا لهذا اليوم يتكون من 6 أشواط بإذن الله تعالى، وهذا هو أولها. وديدن الشوط الأول دائما طابع غير، ونتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط لكي نتابع هذه الشعارات التي تشارك معنا في أول الأشواط. المقدمة والصدارة والقيادة، من تقود المسار هذه الصقلاوية تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لعلي بن حمد بن جابر ابن دجران، من يحتل المركز الأول مع الصقلاوية. نتابع المركز الثاني اللي تحتل المركز الثاني الوصول والتقدم هنا من همس، محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا همس. نتابع المركز الثاني وتتقدم فيه العزوم بخيت بن محمد بن سالم بن خزينة. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم هنا وتتواجد هذه نهب لعبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، بينما حصل دخول من الجانب الأيمن من تقدمت على مستوى المركز الخامس وغيرت إلى المركز الرابع. الحذر لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة، هذه النتيجة. نعود إلى بن دجران، بن دجران مع المقدمة، أبو حمد مع المقدمة. يا سلام يا سلام عليك يا علي بن حمد بن دجران، الله حافظ على هذا المستوى. هذه الصقلاوية، الصقلاوية، ولكن غير بن جليميد، غير بن ثلاب من الجانب الأيمن، الله غير بن ثلاب. هذه همس، محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يغير مجريات هذا الشوط وينتزع المقدمة وينتزع المركز الأول بكل جدارة. وها هي، ها هي تباعد المسافة عن بقية المراكز، بينما أول اسم يصلنا في هذه اللحظات وأول نداء هنا من نجوم تعود ملكيتها لصالح بن حمد بن جابر الكريبي المري، مع نجوم، مع نجوم على مستوى المركز الثاني. يا سلام، عاد بن دجران يعود مع الصقلاوية. علي بن حمد بن دجران هنا يتواجد مع الصقلاوية على مستوى المركز الثالث. رابعا ومن تتقدم فيه، هذه نهب عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي. المركز الخامس، على مستوى المركز الخامس هنا الوصول والتقدم على خامس المراكز من الحذرة، محمد بن حمد بن عيسى المناعي. يا سلام، خلصنا ندان الثاني، خلصنا ندان الثاني. يا سلام، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. شوف الكريبي، شوف التغيير، التغيير مع شعار الكريبي. الله يسعد صباحك ويسعد أيامك يا الكريبي مع هذا
الأداء. هذه نجوم صالح بن حمد بن جابر الكريبي المري مع الشوط الأول مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، المقدمة والصدارة مع الكريبي. الكريبي يتقلد زمام الأمور. الكريبي الكريبي، يا سلام يا سلام، مع المركز الأول. بينما يصل الجفالي، شعار الجفالي يتحرك مع نهب عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي على المركز الثاني والمركز الثالث. معاك يا بن دجران مع الصقلاوية علي بن حمد بن دجران. طارت الطيور بأرزاقها يا بن دجران يا بن ثلاب. هنا على مستوى المركز الرابع يصل راشد محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على رابع المراكز. المركز الخامس، الوصول هنا من العزوز بخيت بن محمد بن سالم بن خزينة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع الكريبي، مع الكريبي، مع الكريبي، مع نجوم، مع نجوم. هذه النجمة الساطعة هنا تحتل المركز الأول في هذا الصباح وفي هذا الشوط الأول بكل جدارة واستحقاق بدون أي تعليمات. هنا مع مقدمة هذا الشوط الكريبي مع الناموس الأول، مع الشوط الأول بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء الفنان، بهذا الأداء الرائع. وبنقول وبننوه للمتأخرين الذين يشاركوننا في الشوط الأول، من يبحثون عن ناموس الشوط الأول. الكيلو الأخير، الكيلومتر الأخير يا متأخرين، يلا 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 يا متأخرين. اللي يبي ناموس الشوط الأول يلحق بركب المقدمة، يروح مع الكريبي ومع نوعية الكريبي ومع النوعية للكريبي. الله، الجفالي الجفالي، أغير الجفالي، تسلل الجفالي. الله يسعد صباحك يا النعيمي بهذا الأداء. ولكن بن جليميد الهاجري يتحرك على مستوى المركز الثالث. ياتينا شعار، شعار المبتكر، أراه بالعين المجردة. هنا يتدخل على مستوى المركز الرابع. ولكن خلونا مع الجفالي، خلونا مع نهب عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي مع المركز الأول. الخطورة بانت، الخطورة يا الجفالي. بن جرحب المبتكر، المبتكر وصل، يصل المبتكر. ولكن نهب مع الناموس، نهب تنهب المقدمة، تنهب ناموس الشوط الأول. 300 متر الأخيرة، يا سلام، الشوط الأول للثنايا، الشوط الأول للثنايا في هذا المحلي الثاني. هل سيكون مع نهب أو سيكون هناك كلام آخر، أو سيكون هناك كلام آخر؟ فتنة، فتنة من الجانب الأيمن. معاك المبتكر، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، سيطرت، سيطرت نهب، نهب 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 مع ناموس، مع الناموس الأول. سلام يا الجفالي، سلام سلام يا النعيمي على هذا الناموس، على فوز نهب وتحقيقها بالمركز الأول. عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي المركز الثاني، وصلت فيه فتنة لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المركز الثالث. تصل همس لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري المركز الرابع، وصلت فيه الحذرة لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي والمركز الخامس. نجوم لصالح بن حمد بن جابر الكريبي. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أيها الإخوة، أينما كنتم، هكذا كانت حكاية ناموس الشوط الأول، وذهب مع نهب. من استطاعت أن تستحل المركز الأول وتسيطر عليه من خلال أداها ومن خلال عرضها الجميل، نهني مالكها عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي. قاطعة مسافة 5 كيلومترات نهب في زمن مقداره 8:06:13 مرة أخرى. نهني عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي، ولمحبين شعار نهب من فازت معنا بشوط الثنايا الأول للبكار في هذا المحلي الثاني.